الله يا روزة، شايفة العربية حلوة ازاي؟ ايوة يا مامي. يلا بينا يا حبيبتي. راكبة معاك العربية بتقولي ما تعرفش هي مين؟ حد باين على الاوبر وصل يا فيروز. ماشي يا مامي. الو؟ ايوة حضرتك تحت العمارة حالا؟ انا تحت البيت يا فندم. طب ثانية واحدة هتلاقيني عندك. ثانية واحدة. تمام، مع السلامة. سواق الاوبر وصل تحت يا فيروز، يلا بينا عشان ما نتأخرش على المشوار بتاعنا. يلا بينا يا ماما. يلا يا حبيبتي. اتأخرت قوي. هرن عليها ولا لا؟ هستناها 10 دقايق. الو. ايوه يا احمد. انا يا حبيبتي وصلت اهو. خلاص ماشي يا احمد. بس بقول لك ايه؟ نعم. انا ما ركنتش قدام العماره، ركنت في وشها عشان في حته ظل كده عقبال ما تنزلي. انا عارفك قدامك 5 ساعات عقبال ما تنزلي. 5 ساعات ايه بس؟ دي كلها دقيقه واحده هكون عندك. انت متاكده يعني اللي قدامك دقيقه واحده؟ ايوه بصراحه. اه طب اديني غزل كده. خد غزل اهي. انا يا بابا. ايه يا غزوله يا حبيبتي؟ نعم يا بابا. هسألك سؤال بس تجاوب عليها بصراحة. حاضر. ماما قدامها قد ايه؟ صراحة؟ صراحة. 5 ساعات يا بابا. يلا مستنيك. ويلا خلاص ماشي مستنيك. يلا اهو. يلا سلام. سلام. غزل؟ نعم. غزل اغير هدومي ولا كده حلو؟ انا مش عارفة، مش مرتاحة في الطقم ده. ليه يا ماما حلو؟ لا مش مرتاحة، انا لازم اغير هدومي. مش بقولك يا ماما تقعدي 5 ساعات يا ماما. هي دي واحدة برضه بتقول البابا 5 ساعات كده برضه يا غزولة. بس يا ماما اللبس ده حلو. آخر كلام يعني؟ أيوة والله حلو يا ماما. آخر كلام؟ أيوة يا ماما حلو أوي والله. يلا بقى يا ماما. والله يا روزة. والله يا ماما. استني كده يا روزة. ألو؟ أيوة. حضرتك اللي واقف قدام مدخل العمارة؟ أيوة حضرتك، أنا واقف قدام مدخل العمارة. تمام تمام، ثانية واحدة. خلاص تمام. هو انا عمارة دي ولا دي؟ مش عارف. الله يا روزة، شايفة العربية حلوة ازاي؟ ايوة يا مامي. يلا بينا يا حبيبتي. يلا. قول يا روزة. بصي يا غزل. نعم يا ماما. بابا قال ان هو راكن العربيه يخش البيت عشان الدل. ايوه يا ماما. بابا هي يا ماما. ايوه. ايه ده؟ في ايه؟ مين اللي معاه في العربيه دي؟ ايه ده؟ تعالي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت اطلع على طول. اطلع فين؟ اطلع على طول. اطلع فين؟ انا مش فاهم برضه. هبعت لحضرتك الموقع حالا. اطلع يلا. مين دي يا احمد؟ ها؟ مين اللي راكبه معاك دي؟ والله ما اعرف. راكبه معاك العربيه بتقولي ما تعرفش هي مين؟ لسه هسأل. اسكت بس، بس ما تتكلمش خالص. اقعد ساكت، اوعى تتكلم. كورنيش ايه يا اختي؟ كورنيش اللي بتتكلمي فيه؟ انزلي انزلي. انزل ايه؟ انزلي. راكبه مع جوزي بتعملي ايه في العربيه؟ جوزك وبعمل ايه؟ انزلي خلصي. تعالي يا فيروز تعالي. انت بتعملي ايه هنا في العربيه مع جوزي؟ اوعى تكوني متفقه انت والحيوان اللي جوه ده عليا. عايزين تنصبوا عليا وتقلبوني؟ لا انا مش هسكت لكم على فكره. فتفهمني بتعمل ايه معاك في العربيه دي؟ بس يا سلمى بس واحده واحده. انا هشوفه. ايوه متفقين مع بعض عشان تقلبوني صح؟ لا على فكره انا مش مغفله، انا بفهم قوي. ست نقلبه مين يا ست؟ هو مين اللي جاي على مين؟ مش انا قاعد في عربيتي في امان الله. ليتك نطيتي جوه العربيه. ما إيه؟ طبيعي مش سواق اوبر ومستنيه تحت البيت، اكيد هنط في العربيه يعني. مين اللي سواق اوبر؟ انت. لا مش كلمتك دلوقتي قلت لي تمام؟ انا اللي واقف قدام مدخل العماره. انا مش اوبر وانا مش مهندس اصلا. ايه اوبر ده؟ يا انت مش سواق الاوبر؟ لا طبعا. يعني دي مش العربيه اللي انا طالباها؟ معرفش انا طالبه ايه. انت هو في ايه يا ماما؟ ما
فهمك. طب قلت لي تمام ماشي ليه؟ قلت لي انا اللي واقفه دخلت لو مره ليه؟ ما حضرتك متركزي شويه قبل ما تركبي العربيه مع اي حد وخلاص. انت بتتكلمي ليه بالاسلوب الوحش ده اصلا؟ واحده راكبه مع جوزي عايزاني اعمل ايه؟ افهمي الاول، افهمي قبل ما تتكلمي بالطريقه الوحشه دي. كنت المفروض افهمي قبل ما تقولي عليا ان انا نصاب انا وجوزي. يا سلمى واحده واحده يا سلمى، حصل سوء تفاهم. ايه ده بقى؟ بتكلمك بالاسلوب ده ليه؟ انت مالكيش دعوه ما تتدخليش. بس خلاص ماما وفيه يا ماما. خفيش يا فيروز، سوء تفاهم. اتفضلي بقى شوف حضرتك رايحه فين. بعد اذنكم. ده حتى ما اعتذرتش حتى. يا سلمى واحده واحده يا سلمى، مش كده ركبت عربيه غلط يعني ما حصلش حاجه؟ يا احمد انا لقيت واحده غريبه معاك في العربيه، عايزني اعمل ايه يعني؟ اقف اتكلم معاكوا؟ اقف اضحك معاكوا واهزر معاكوا يعني؟ انا مكلمك في التليفون وقال لك انا تحت البيت، اجيب واحده تحت البيت ومكلمك قال لك انسلي ازاي يعني؟ انا ليها يعني؟ خلاص سلمى بلاش الدفعه بتاعتك دي يا سلمى. خلاص يا احمد حصل خير بقى. خلاص يا غزول. خلاص بقى يا ماما. ما خلاص معلش حصل خير، سوء تفاهم وحصل، وهنعمله ايه طيب؟ كبوا بقى. كبوا يا غزول. فيروز باين على دي العربيه الاوبر اللي احنا طالبينها، بس مش حركه، لازم اتصل اتاكد الاول عشان ما يحصلش سوء تفاهم تاني. يعني يا سلمى ينفع اللي حصل دوت يعني؟ مش واحده واحده يا بنتي مع الناس. يا احمد دلوقتي لقيت معاك واحده في العربيه، عايزني اعمل ايه طيب؟ اكيد هتعصب، اكيد طبعا مش هشوف قدامي. بصراحه ما مسكتش اعصابي. ما انت لازم تفهمي بقى اللي هو سوء تفاهم. سوء تفاهم لازم تتملك اعصابك. انت عارفه يا سلمى المشكله اللي بيني وبينك ان انت دايما متسرعه. اي مشكله بيني وبينك عارفه هتلاقي ايه سببها؟ ان انت متسرعه. يا احمد اما الاقي معاك واحده في العربيه فلازم اعمل كده ولازم اتصرف كده. لا طبعا غلط طبعا. افهمي بس الاول في ايه. ايوه يا فندم. الو، حضرتك اللي واقف قدام العربيه السودا دي؟ ايوه انا في نص الشارع. اه يا فندم. طب انت لابس لون ايه؟ تيشيرت اخضر يا فندم. حضرتك فين بس؟ طب ينفع تشاور لي؟ ايوه حضرتك. تمام. على فكره يا فندم انا بقالي نص ساعه كده واقف في الشارع كده، ما ينفعش والله يا فندم. انت عملت لي مشكله كبيره قوي. انا قلت لك شارع 7 مع تقاطع شارع 8، انت خليتني ركبت عربيه تانية واتبهدلت والله. انا مش عارف انه عماره حضرتك. ما انا قايله لك شارع 7 مع تقاطع شارع 8. المهم حصل خير. يلا يا فندم. اتفضل يا فندم. معلش. ماشي يا احمد، حقك عليا انا اسف. مش يمكن كانت ماشيه وقعت داخل فقلت لها تعالي ريحي شويه مثلا؟ معلش يا احمد ما جاش في بالي كده بقى، اللي حصل حصل، معلش حصل خير وخلاص. غزوله. نعم يا بابا. عقلي ماما. حاضر. قولي لها يلا يا ماما. يلا يا ماما. بطلي يا ماما تصرف. بطلي يا ماما تصرف كده يا غزوله. لا قولها لها ثلاث مرات. بطلي يا ماما تصرف. بطلي يا ماما تصرف. بطلي يا ماما تصرف. خلاص هبطل. ممكن يا غزل تقولها لها قبل الاكل. حاضر. ده عليك ده ولا ايه؟ ايوه طبعا. ولما تصحى يا بنتي لما ده مشكله كبيره في حياتك التسرع ده. خلاص ده الموقف ده علمني خلاص مش هتسرع تاني. هتعملي ايه بقى؟ هفهم الموضوع الاول. أيوة. بعد كده الموضوع ما عجبنيش هنتكلموا براحه برده وناخد ونجي. بطلي ايه؟ هو ده التسرع بس. خلاص كده. يلا بينا. يلا بينا. اصح ايه؟ هو انت ركبت ورا ليه؟ مش انت سواق اوبر؟ ايوه انا سواق اوبر. خلاص هركب ازاي قدامي يعني؟ يلا بينا. يلا بينا. شفت اللي حصل يا فيروز؟ ايوه يا ماما. انا حسيت نفسي مكسوفه في وسط هدومي كده. شفتي الست قاعده تزعق ازاي؟ ايوه بتحسب جوزها بيخونها. بس اقول لك حاجه، هو الغلط مننا بس. انا والله بحسبه سواق الاوبر. بعد كده استحاله استحاله اركب اي عربيه غير لما اتاكد ان هو ده السواق وهي دي العربيه الاوبر اللي انا طالباها. بعد كده اتاكدي. صح كده، اقول له شاور لي ولابس لون ايه وكل حاجه. بس موقف وحش قوي يا فيروز. ايوه.